قالوا شيري يا شيري، ما صابوا لا اسم شباب الطوموبيل الصهيونية الإسرائيلية الصينية، سيارة إسرائيلية صينية وما تراجعوش على بالهم بها بلي سيارة إسرائيل. شوفوا هنا كيفاش يولي الشعب الجزائري ملي يتضامن مع فلسطين وكل ما زوج فلسطين فلسطين، بصح يجيبوا له سيارة إسرائيلية ما يقولش لا، يجيبوا له سيارة إسرائيلية ما يقولش لا، لأن ما يقدرش يقول لا لأن ما عندوش خيار تشيري ولا ما كانش. هذا راه فيات شفنا كيفاش كلحوا لهم كلخوهم اوبل غالية، مدرحة اوبل موتور مدرح يا جماعة اللي راح نشريو اوبل راهو مدرح الموتور، يعني هذا الشيء اللي قالوه شركات فرنسية وزبائن فرنسية ومنظمة كوشوازير الفرنسية اللي تحمي المستهلك الفرنسي، قالت انه موتور لوبل مدرح لوبل يعني جديدة نسائي نديرهم إشعار. دونك عندنا ناس شعب هذا من اللي دار لاشين على اللوبيا وعلى العدس وعلى الحمص وعلى الزيت وعلى السميد وعلى الحليب، الحليب مازال يدير عليه لاشين، اليوم راهو يدير لاشين على شيء آخر على الطوموبيل. شوف الصباح مش قادر يقولها الأخ اللي صور هذا اللقطة وكلها، العدس غالي، اللوبيا غالية، الشعب زوالي، الشعب ما عندوش، دولة تحكرنا. شوف الغاشي اللي في شيري، غاشي كبير، راهم ربعة تاع الصباح وما لمضاربة، مش قليل هذه مضاربة كما قال لك عالسميد وعالزيت، هذه المضاربة هذه ماهيش مضاربة، هذا الاحتكار، أنكم تحتكروا استيراد السيارات. شو علاش بأي حق نجيو نتوما تحتكروا؟ قال لا منجيبوش نجيبو الشيري، ما نجيبوش ما نخلوش المواطن يختار، جيب هذه واللي يجيب الشيري فلان برك اللي يجيبها لأنه فلان يدفع تشيبا. وعلاش هاد الشيء يا ناس؟ وعلاش هذا؟ وعلاش تهينوا في الجزائري؟ الجزائري صرالو هذا يهينوا فيه على البطاطا، يهينوا فيه على الطوموبيل، يهينوا فيه على الحليب وهو ساكت، واش بيه؟ هذا يقول لك ثورة وكذا ومنا وشهادة، شهادة ماتوا باش تولي هذا الجزائر؟ وخذوا روحكم شوية. فيقوا على رواحكم، ما قلنا لكمش خرجوا الدار ولا نقعدوا في ديارك، دور خلاص يا سامي اقعد في دارك، نعم داروها ولا في بلاد قبائل، من ناحية دارك ما تخش او تزل هذا ولا واش، ولا الجزائري هكذا خلصين الدرجة نورك معروفة الجزائري يقول دم سخون والجزائري ثوري والجزائري حار، وين راحت الحرورية هنا؟ وين راحت الحرورية هنا؟ وين راحت الحرورية تاع الجزائري؟ وين راحت الجزائر اللي يقول لك حار وقدام؟ حار وحر، حار وحر، إنما هو لا حار لا حر كي نشوفوا. شوف هاي العدس غالي، اللوبيا غالية، الشعب زوالي، الشعب ما عندوش، دولة تحكرنا. شوف الغاشي اللي في شيري، غاشي كبير، راهم ربعة تاع الصباح وما من ربعة تاع الصباح، ربعة تاع الصباح نودي لاشين باسكو يبيعوا السيارة هذه بالدوسي، لازم تحط دوسي ويزم تحضر وتروح تسيني، علاش ما يبيعوش بالانترنت؟ بيعها بالانترنت على الاقل لها باش ما تبقاش. شوف الجزائري يهينوه برك، شفنا في باريس في قلب باريس في اوبرا وين كان لي توريست اغوغو معمر لي زاجونس دو فواياج نتاع لي كومباني ايريان معمره،
لا الشيب كومبانياريم ديالي هي لا شيل ارجي الشيل. علاش ما تبيعش في انترنت؟ لانه في انترنت سرق كل شيء. صنم كي تروح هنا يسبقوك دا يبيعوا هكذا. شوف اللي هلك الجزائر سياسه تشيبا، سياسه الرشوه. لانه الرشوه تبدا من تبون وضحاها، تبون ولادو مرتشين. كي قلت مرتشين نسب فيهم يا تبون ولادو دايرين واحد برايجي، سمعت هذا البرايجي هذايا يدي تشيبا ديالو وزعما هو اللي يقابل ولادو ما يقابلوش، ولاد تبون ما يقابلوش. واش دايرين مارس تاع التراك وتاع الشناوه حاكمينو ولاد تبون، وهما اللي يمدوا لي كاي تشارج، يمدوا كذا منا. وقال الشركه اللي تحب تدي كونترا تزير تبيع سلعتها ولا تدي ان مارشي تزير تكح. تصور الفوسفات تاع تبسة اعطاوها لزوج شركات صينيه سين كان والو، زوج شركات صينيه ما عندها والو كمل دار ضربو تشيبا ديالها. شفتو عندنا تصاور تاع البنيان كيفاش تاع شناوة دايرين، ولا تراك شفتو القنطرة تاع الجاية. وعلاش؟ باسكو ولا تبون ينعم من خلال واحد بزناسي، ان بتي فوايو بزناسي، سمعت؟ نقول فوايو واحد اللي ما احترمش القوانين ستان فوايو بزناسي هو اللي يمثلو ويروح يدير لهم لي زافير. فوالا. والترك 10 مليار دو دولار، 10 ملاير دولار، هذه قيمة التبادل التجاري بين الجزائر وتركيا. واش من التبادل التجاري؟ تركي يبيعوا للجزائر، وي الجزائر ما عندها ما تبيع للترك، الجزائر ما عندها ما تبيع للترك. لا يحبوا نبيعوا لهم، نبيعوا لهم تبون وشنقريحه وجماعتهم، يشروهم نعطيهم لهم بالدينار الرمزي، نبيعهم بالدينار الرمزي. تبيع تاع الطرق. وانا هاو الذل وين راه؟ هاو الذل، يعني احنا رايحين من ذل لذل، والذل وين؟ تصور، تصور انه في الجزائر عندك مواطن تربيه على مبادئ، تربيه على شيء مقدس، باش كي يروح للخارج لما يعبر على هذيك الثقافه وعلى هذيك التربيه اللي ترباها ويتحكم تخليه واحد. وهذا المسار اللي عطاني تكلمنا عليه البارح، اليوم نزيد نعاودو نرجعو للموضوع، لانه الموضوع من زمان يطول. بعد نشتي الله اكبر، الله اكبر، هشام عباس، هشام عباس.